إذا كان مكتوب في العقد والمتفق عليه هو هذه الجرامات من الذهب، فالواجب هو دفع هذا الذهب بالوزن اللي هو مكتوب، إن كان لم تكتب قيمته في العقد. مثلا لو قيل المهر 100 جرام قيمتها 1000 دينار، خلاص يرجع بعد ذلك 1000 دينار. لكن إذا لم تكتب القيمة وإنما اكتفي بأن المهر هو 200 درهم أو جرام وكذا، فالواجب دفع هذا المقدار من الذهب. ثم بعد ذلك إذا رضيت المرأة بأن تأخذ بدل الذهب شيئا آخر، فذلك حسب الاتفاق كما يتفقون، السعر الذي يتفقون عليه. ليس هناك سعر لا بسعر اليوم ولا بسعر زمان، السعر لأن هذا عقد آخر، عقد صرافة. الواجب هو 200 جرام من الذهب، هذا هو الواجب يجب عليه أن يدفعه للمرأة. فإذا قالت المرأة أنا لا أريد ذهبا وأريد شيئا آخر، دولار ولا دينار ولا فضة ولا شيء آخر، فذلك عقد آخر حسب الاتفاق اللي اتفقوا عليه. لو اتفقوا الجرام بدينار يجوز، لو اتفقوا معا على الجرام ب10,000 يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصرافة: فإذا اختلفت الأصناف اللي هو دينار مع ذهب ولا ذهب مع فضة ولا مع دولار، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. إذا اتفقوا على أن يعطيها شيئا آخر بدل الذهب، اتفقوا على ذلك واتفقوا على السعر فيما بينهم، فيجب أن يدفع العوض فورا وقت الاتفاق من غير تأجيل ولا تأجيل. مش اتفقوا يقول لها 200 دينار بنعطيك فيهم 50,000 وتقولي يا باهي، وبعدين هو يمشي على حاله يقول له تونجي بلك بعد شهر ولا بعد يومين، هذا حرام لا يجوز، هذا ربا بعينه. بل إذا اتفقوا على أن يعطيها بدل الذهب دينار ولا عملة أخرى، لابد أن تكون العملة في جيبه جاهزة، ومن حين الاتفاق يحطها على الطاولة يضعها يقول له تفضلي خذي. نعم. هذا هو يعني الحل الصحيح في مثل هذه المسألة.